بعزف دلوقتي مقطوعة جاز اسمها You Don't Know What Love Is، والمقطوعة دي بتبقى مكتوبة في كتاب اسمه The Real Book. الكتاب ده نزل منه إصدارات كتير جدا، وده بيبقى فيه تقريبا كل الستاندردز اللي موجودة في الحياة، كل فترة بيلموهم ويحطوهم في كتاب. فهي بتبقى مكتوبة في الكتاب ده بأبسط الأشكال خالص يعني، والمفروض إن كل عازف جاز لما بيجي يعزف مقطوعة بيحط فيها وجهة نظره، يعني بيشوف هو ازاي هيتعامل مع الكوردز، ازاي هيتعامل مع الميلودي. مش لازم يعزف كل حاجة بالحرف يعني، بالعكس هو لو لعب بالحرف زي اللي مكتوب هو هيعزف حاجة صوتها بورنج يعني، صوتها ممل. بس هي الفكرة في الستاندردز ان هي بتكون افكار، انت بتاخد الفكرة وبتقول فيها وجهة نظرك يعني، ده نوعا ما انا بحاول اعمله. Thank you.